يلا عالفره يلا عالفره يلا عالفره الوضع فله مره كل مكان بتشوفه مكان مغلق مكان بره بنطقطق ونفل مستحيل معنا تمل مو مقصدنا اي ازعاج بس حبينا شوي نطل يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في الحلقة السابعة من برنامجنا يلا على الفرة. رمضان كريم على الجميع وكل عام وانتم بخير، إن شاء الله ربي يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية. اليوم احنا متواجدين في سوق القيصرية، إن شاء الله نستمتع وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع. يلا سوق القيصرية يعتبر تاريخ في الأحساء، من أهم الأسواق الشعبية عندنا والتاريخية. السوق يعود إلى 400 سنة ماضية. هذا السوق يعتبر بالنسبة لنا عزيز علينا جدا، حدث أليم بالنسبة لنا كأحسائيين، صار حريق كبير في سوق القيصرية هنا سنة 1422، لكن الحمد لله أعادوا ترميمه وأصبح بهالشكل الجميل. خلونا نكمل حلقتنا. هلا بالشيخ. أيوة بطل حبيبي، شلونك يا عم؟ شلونك؟ طيب الحال مرتاح؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. الاسم الكريم محمد طالب غلي. ونعم هلا بالذهب. نبيك تجاوبني بصراحه. ايش مثل عمري قد فطرت في رمضان من اول؟ والله ده حساس هالسؤال. في المراهقه يمكن مره سويتها ولا لا طبختها؟ لا الحق زعل حق يعلى ولا لو كذبت عليك ما كذب على الله. صحيح. اي صريح انا شخصيه صحيح. قويه بس عدت تاسفت يعني قد سويتها طبختها مره. شكله هذا هو إيه؟ من رمضان بس في الليل عاد ترى مطلوب عليه الليل بخدعك. سويته بالليل بس. اي بس يعني ما سويته لا تجيب شيء ثاني كلنا وش وقت الشباب يعني كذا. اي شنو هذا؟ هذا كوبون مقدم من فريق الابتسامه لطب الاسنان. حبيبي يعني. تروح تسوي تنظيف وتعيش الحياه. خشمك خشمك حبيبي. قد فطرت في رمضان من اول؟ والله اول في ابتدائي يوم كنت صغير. عطنا السؤال. اذا ما تسحر ما صوم. عبا يا انك ما تصبر. لا كنت صغير ما بعد يعاد ينفرض يعني تونا هذا يعني جوع 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 من تدري الجوع يا اخي يا اخي من تدري الجوع ما يمديك تتعامل. ما ادري اني فطر فافطر مع الصبي. مكتوب عليك يعني؟ لا لا ما كان كنت اصغر. كنت تسويه لي تشرب ماي بعدين تقول خلنا نكمل الصيام. لا على كيف انخش واك هم يعني ما تصبر. اي وبعدين اكل وياهم كاني في صايم الف الف مبروك. هذا كوبون ب 250 ريال من محل فوشير تنسيق الورد. الله يبارك فيكم شكرا لكم حبيبي. نهنئكم بحلول هذا الشهر الفضيل ونسال الله ان يجعلنا وياكم من المقبولين ومن الفائزين. السؤال يقول في فلوس نعطيك نهاية هدي. الأمر نعطيك هدية ما تهمش فاضي. يلا السؤال يقول قد فطرت في رمضان من أول؟ اعترف. قد فطرت في رمضان من أول؟ اي اعترف. والله لو فطرت بفطر حق بعذر شرعي يعني سفر. نعم كلهم يقولون كيف شغل اللي زلقته طاح ماي بالغلط. لا لا هذا ما عندي عوم علينا أثبت لك إياها على طول. قول إبراهيم. لا 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 أيام الشباب أيام الشباب والطيشان بسرعة أسمع كنت أسافر أفمول. عشان تدق بالعيش. لا 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 والله الأمانة ما اللهم رب لك الحمد رجال ستريت كافو والله ما فيه شغل اللي يزلق وما ادري ايش. زين ابو خليل عندنا سؤال ثاني يقول قول يلا سنة كم صار في حريق هنا في القصرية؟ اوه والله لا يعود الشر. اي والله هي 2000 2011 او 10
ما بين يعني بالهجري سنه كم؟ الهجري 1430. الف مبروك يا جماعه الخير. لا خطا يا ابراهيم. لا يا شيخ ما في رجوع. وين ال 430؟ تو 20. الله يهديك بس. بس شوف والله ما والله ما خليك تمشي فاضي. هذا كوبون بقيمه 100 ريال من محل احلام لازياء نسائيه. بعد اي روح يا اخوي يا رجال ايش كوبون؟ ما بلاك قد فطرت في رمضان؟ لا لا ولا مرة. مو بعلينا. لا لا ولا مرة. أكيد. ما عمري صمت. عيب. أنا ماني ناقص أنا. لا تصدق عاد. ما عمرك صمت. لا صمت. شغل قشطة بالاستراحة. زي زيتون والله بعد. والله جد. قد فطرت في رمضان؟ للسفر بس. غيره؟ مرة. أمان يعني أيام الطيش. نوعاً ما يعني. ندمت عليه ولا. إيه أكيد صمتهم ترى. علينا. والله صمتهم. يوم بعد يعني تعتر انك فطرت منهم. اكيد صراحه بيني وبينك وطعمت 60 مسكين. اي والله صحيح. ايه شلون بعد زين عاد انتبه عاد. لا والله منتبه ورب الكعبه منتبه. بعد قلبي على الله. والله حياك. هذا عندنا لك كوبون مقدم لشخصين من مطعم بروست ماز. الف مبروك. نيم اسم. انا ابو عبد الله خالد. ابو عبد الله خالد. ايوه. ونعم خالد محمود نيم. اي انا اقول ونعم نيم خالد محمود. انا اقول ونعم. قل ما عليك زول. استاذ الكريم قد فطرت في رمضان من اول متعمد؟ والله اذكر مره استاذ كلت موزه. شلون يا استاذ؟ من سوق الخضرة. شلون؟ الحمد لله. طيش والله. لا لا الحمد لله. شوف الصلاه من يوم عمري 10 سنين ما ضيع ابد. كفو. والصيام من يوم عمري 10 سنين. احنا صغار عفى الله عما سلف. ابد ابد. الله يطول عمرك. وشوف هذا كوبون هديه وجبه لشخصين من مطعم مازن. لاني ما درسك فاقبل هديه. الان ما تدرس. بس درسني. جزاك الله خير وشرف. قد فطرت في رمضان اول يعني رابع احنا نعرف. شلون الحين باقي علي غابة. جد قد افطرت من اول يعني. والله نتلبر في شجر الكنار وناكل. وهم في غيره معروف يعني لو زين وحمضيات استراحات. هذا كوبون وجبة لشخصين من مطعم بوتيرس. حبيب قلبي ابو شداد تسلم في ديتك. اصبر عاد عشان تعزمني. واجب لك واجب لي. شهر مبارك علي وعلى جميع أمة محمد. قد فطرت في رمضان؟ لا ما بحيل يعني. ما تتحمل شكلك كلش. ها؟ ايوه اتحمل. الضحكة فيها شر. تعاطش ما تقدر ولا تجوع؟ أجوع جوع جوع. ما تحمل. ما تتحمل. ما تحمل. لا اصبر عاد عشان تتعود تصوم. ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. يلا كل عام وانت بخير ان شاء الله. شوف ما بنخليك بس عاد ما بتروح الحين في رمضان. لا 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 راح في الليل ما بتروح النهار ان شاء الله. هذا واجب لشخصين مقدم لك من مطعم مال. يعطيك العافيه حبيبي. الف مبروك. قد فطرت في رمضان من اول؟ اول ايه لازم. شلون؟ الكل لازم يفطر بعد مو بس واحد. شلون؟ احنا صغار عادة ما تقدر تتحمل شكل صغار. شكله واضح عليك ما تفطر. الهريسة على طول. هذا الهريسة جاهزة. ما فيك صابر كذا يعني باول صغار. لا الحين لا يعني تاكل لك لقمتين بعدين تكمل لقمتين وراح نوم رجعنا. يعني ما تكمل صيامك بعد هام؟ لا لا كمل الصيام. مو بعلينا. ايه لا كمل لقمتين هريسه وكاس ماي ورجعنا بالغلط. اي شوي بالغلط وصل مشايخ بعدين. بعد قلبي حبيبي. سؤال عندنا سؤال عليه هديه ذهب. قول زين. قول السؤال يقول سنه كم صار في حريق هنا في القصريه؟ والله سنة كم بعرف بس اللي عارفه قبل 25 سنة. قل سنة كم حاول. عاد احسبها خمس. احسبها جرب. حوالي سنة 1400 و 12.
ألف مبروك. خطأ يعني. بس ما في أحد يمشي من عندنا زعلان. شوف يا بعد قلبي، هذا وجبة لشخصين مقدم لك من بروس دمان. يعطيك عافية. قد فطرت في رمضان من أول؟ واجد. عيب والله عيب. شلون؟ هذا اللو ما قضيتهم ولا؟ واللي وياك يا أخوي نسيت. شلون؟ ما تذكر زمان أول يوم نروح في ربع أول؟ ربعك ها ربعك. إي ربع إحنا وياك. هم اللي خلونا. لا أنت واحد منهم يا أخوي الله طول عمرك. شكلك أنا ويشاورونك. ها فطور اليوم. فطور يتوني يا أخوي وكبدوا مقلقلوا. ما في الا ضرب. ما هل الا ضرب بالخمسه يا اخوي. الله يغفر لنا بعد. ويغفر لك يا حبيبي. حبيبي هذا كوبون بقيمه 100 ريال للازياء النسائيه محل نوران. الف شكر لكم. انا عاجز عن الشكر وشكرا لكم على استضافتنا. جاوبني بصراحه، قد فطرت في رمضان ولا لا؟ كثير. يا كلنا لنا ماضي يا ابو سداد. انا شايف الوضع عارف انك ما تاخذ. لا 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 ابدا ما تاخذ. كلنا لنا ماضي يا ابو سداد. شلون؟ كلنا لنا ماضي. كلك انت لك ماضي لا تعترف علي. لا لا تعقد تبلع علينا الكل. شلون افطرت مع الشباب ها؟ والله استراحات. سلام عليكم. عن اللطي قبل الهروب. والله يعني ماضي يا ابو سداد ماضي. قضيتهم ولا؟ والله ان شاء الله. أكيد أكيد. انتبه. لا لا حبيبي ألف مبروك. هذا كوبون مقدم من عصيرات أنتوب 50 ريال حبيبي. يا سلام. شلون؟ خلت مستورة يعني عادي. فطرت أنا صغير ما في أشياء. لا 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 أنت فطرت يعني وأنت كبير في رمضان متعمد؟ لا أكيد أكيد. سؤال يقول فطرت من أول في رمضان ولا لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تلحق والله. والله ما تلحق والله. شكل الأيام اللي فطرت ما أكثر من اللي صمت. أي والله هذا صحيح. اشتاقضي أول سنة بصومها إن شاء الله. تعال عدم بالله مستعجب والله. تعال عندنا لك هدايا بس تصبر خلنا ناقشك. أبي الهدية عادي. أنت بتتناقش الموضوع؟ لا نهائيا لأن المدينة نقاش فيه. دفعت كفارة شك؟ لا لا لا. ولا قضيتهم طيب؟ لا كلش مستحيل. في الدرك الأسفل يعني. أكيد. تعال حبيبي تعال والله تستاهل. هذا كوبون وجبة لشخصين من مطعم بوتير. جميل حبيبي. حبيبي يعطيك العافية. أشكرك حبيب قلبي. عيوني. قد فطرت في رمضان من أول؟ كثير. شلون؟ كثير. لحالك ولا مع؟ لا أنا واحد من الربع. تبقون اثنينكم؟ أكيد. زين في سؤال، سؤال هديته ذهب. زين سؤال يقول سنة كم صار في حريق هنا في القصرية؟ قبل 13 سنة كذا. كم سنة كم؟ 1400 1300 1422 1422. ألف مبروك. تحية يا شباب. تحية. هذا ذهب للذهب وتستاهل. هذا كوبون من مجموعة عبد المحسن المهنة. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يعطيك العافية عليك بالعافية الذهب. الله يعافيك. أهلا وسهلا. إلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا السابعة من برنامجنا يلا على الفرة، وهي تعتبر الحلقة الأولى في رمضان. إن شاء الله استمتعتوا معنا. كل الشكر لطاقم البرنامج، كل الشكر للداعمين. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات وتسوون شير للحلقة. ونشوفكم على خير. يلا على الفرة. يلا على الفرة. الوضع فلة مرة. كل مكان بتشوفه مكان مغلق مكان برا. بنطقطق ونفل مستحيل معنا تمل. مو مقصدنا اي ازعاج بس حبينا شوي نطل. مو مقصدنا اي ازعاج بس حبينا شوي نطل. يلا على الفرن.